تواصل مصر المشاركة في المعرض الدولي للسياحة والسفر في دورته 44 والذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد حتى 28 من يناير الجاري. وقد حظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات المعرض، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح. يعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية، كما تعتبر السوق الإسبانية بالنسبة للسياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الرئيسية والمستهدفة.